يرجى اخواني اخواتي كالعادة دعم الفيديو بلايك حتى يصل الى اكثر عدد من الناس. محاور مهمة جدا بهذا الفيديو سيجيب على هذه المحاورة الشيخ احمد سلمان. الاسئلة تقريبا اربع اسئلة راح اغطي بهذا الفيديو. السؤال الاول والسؤال اللي انا عنونت به الفيديو: لماذا الامام الحسين عليه السلام اذا كان يعلم بالغيب لماذا يذهب الى التهلكة؟ الامام عليه السلام بكونه يعلم بالغيب هل له فضيلة عندما بات في فراش الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ أيضا من لم يذهب مع الإمام الحسين عليه السلام وعارض، أو كما بيّن الشيخ أحمد سلمان بأن هذه كلمة الاحتراض هي كلمة يعني ليس بمحلها بخصوص يعني محمد ابن الحنفية وبعض الشخصيات الأخرى، ومواضيع مهمة أخرى إن شاء الله ستكون ضمن هذه المحاور. فأدعموا أخواني أخواتي هذا الفيديو بلايك حتى يصل لأكثر عدد من الناس. نقول الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادهم. حياكم الله بفيديو جديد. أخواني أخواتي، علم الغيب والعلم بعلم الغيب والعمل بعلم الغيب، هذه أمور دائما ما تطرأ على شكل شبهات. إذا كان الإمام يعلم الغيب فكيف يقوم بهذا الشيء؟ وإذا كان يعلم الغيب كيف تحسب له فضيلة؟ وإذا كان يعلم الغيب كيف يلقي بنفسه إلى التهلكة أو يشرب مثلا يعني الشراب المسموم وهكذا؟ فهذه الإجابة باختصار والتفصيل بالتأكيد من الشيخ أحمد سلمان. يقول إن علم الغيب شيء والعمل بعلم الغيب شيء آخر، وهذه نبذة مختصرة عن الجواب الذي سيفصله الشيخ أحمد سلمان. نستمع ونعقب فخليكم. سؤالي: إذا كان الإمام الحسين ذاهب إلى كربلاء ويعلم بأنه أمام معركة مصيرية، فلماذا حشد هذا العدد القليل من أصحابه؟ هو لم يذهب لأجل المعركة، وهذه نقطة مهمة. الحسين عليه السلام لم يخرج أجل المعركة. الحسين سلام الله عليه كتب له أهل الكوفة، قالوا له: أقبل فإنك تقدم على جنود لك مجندة. ذهب ولم يذهب للقتال، فلذلك لما اجتمعوا حوله قال: على ما تقاتلوني؟ أنا ليس عندي جيش، أنا جئت مع النساء والأطفال فقط، أنتم طلبتموني للمجيء رفضتموني، سأرجع من حيث أتيت. فهو لم يكن الغرض القتال واحتلال الكوفة، لا، إنه كان يعلم بذلك، أنه يعلم سيكون أمام، ولكنه ليس مكلفا أن يعمل بهذا العلم. واحنا سطرنا هذه القاعدة المهمة. وأقوى حجة عند الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء كانت هذه الحجة، أنه: لماذا تقاتل؟ أنا لم أتي للقتال، أنتم طلبتموني، لا تريدوني، أرجع إلى المدينة. رفضوا هذا الشيء. إذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم بمقتله ويعلم بما سيجري عليه في كربلاء المقدسة، خروج ألا يعد هذا تهلكة؟ جميل، أنا أريد النصف الأول. ألا وهو قضية علم الإمام الحسين سلام الله عليه المسبق بمقتله في كربلاء. هذه نقطة أنا أعتبرها جوهرية في فهم قضية كربلاء. جيد. كيف يكون خرج لطلب الكرسي وهو يعلم يقينا أنه يقتل هناك؟ لأنه حصلت بعض القراءات حتى من الداخل الشيعي، كتاب معروف اشتهر في السبعينيات القرن الماضي، يقول: لا، الحسين خرج للقيام بانقلاب سياسي عجيب، ويعلم يقينا وجزما بأنه يموت، فكيف يكون خرج لأجل السلطة والملك؟ القضية قضية علمه المسبق بمقتله في كربلاء أنا أعتبرها مفتاحا لفهم الحركة الحسينية. جيد، الآن كيف نجمع بين علمه المسبق وبين إقدامه على الموت؟ ألا يعد هذا انتحارا؟ هنا قضية مهمة، قاعدة في المعصومين عليهم السلام جميعا، وهي: لا نختلف أن للمعصومين علما لدنيا، علما من الله عز وجل، الله يطلعهم على الغيب، ولكن علمهم بالغيب لا يعني عملهم به. هو يعلم علم مسبق، ولكنه ليس مكلفا
بأن يعمل طبق هذا العلم، وإنما تكليفه أن يعمل وفق ظاهر الأمور. أنا أسأل الموجودين جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين أو لا؟ يعلم. يعلم. منافق ماذا؟ إنسان يبطل الكفر ويظهر الإسلام، جيد، ويعلمه من قبل الله، الله أطلعه عليهم، جيد. يعامله بأي علم؟ بالعلم الإلهي وبالعلم الظاهر. ظاهر. ظاهر. لذلك كان يدخل المنافقين للمسجد يصلون رغم أنه كافر، ويعاملهم كما يعامل باقي المسلمين. النبي في القضاء يعلم أن هذا ظالم وهذا مظلوم، لكن في مقام الحكم كان يحكم بماذا؟ بالبينات والأمارات. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا أن يعمل وفقا لعلمه الغيبي. هذه القاعدة ما بها خلل؟ لا، تسري على كل الأئمة. ما بها خلل؟ أين الخلل؟ الخلل أنه يطلعنا الله سبحانه وتعالى على علم ولا أعمل به. ما الفائدة؟ ابتلاء واختبار له. هنا الابتلاء، الابتلاء الحقيقي هنا. مثلا طبعا القضية مثلا تأتي في أمير المؤمنين عليه السلام، ما فضيلته في عندما بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله، والنبي قال له ماذا؟ أنهم لن يبلغوك بشيء، لن يصلوا إليك. نعم، لن يصلوا إليك. أين الفضيلة؟ الفضيلة في يقينه بإخبار النبي ومبيته على هذا الفراش. لم يخف، السيوف عند رأسه ورماح لم يتحرك، يقينه بالنبي. هذا الاختبار، هو هذا الاختبار. الأئمة عليهم السلام من الاختبارات التي توجه لهم هذه القضية، أن الله يخبرهم بشيء ويكلفهم بأن لا يعملوا بهذا الشيء، بل يعملوا وفق علمهم الظاهر. هذا ابتلاء لهم. فلذلك علم الغيب، دائما أقول هذا الكلام، علم الغيب ليس تشريفا، إنه تكليف، وتكليف خطير. تخيل عندك زوجة وتعلم أنها منافقة خبيثة بعلم غيبي، بل وطراها على صورتها الملكوتية الحقيقية، ولكن تكليفك ماذا؟ أن تداريها، أن تعامل وتحسن عشرتها. مصيبة، مصيبة حقيقية. صعد الله قلب النبي. لذلك ابتلاء، العلم بالغيب هو ابتلاء حقيقي. الإمام الحسين يعلم أنه يموت، إن لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالشهادة، ويذهب للموت بقدميه تصديقا لجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة خيبر، من لعمرو بن عبد ود؟ غير علي. وأضمن له الجنة، هل خرجوا؟ لا. لماذا؟ عندهم خلل في تصديق النبي، في يقينهم بالنبي. علي خرج، لماذا؟ لأنه مصدق، مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقضية العلم هي اختبار حقيقي يختبر بها الإنسان. جيد. عندما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه، كانت الأمة تعرف أن الأصلح لذلك المنصب الإلهي هو الإمام الحسين سلام الله عليه، وعندهم دراية الأغلب بأحاديث النبي، بأحاديث أمير المؤمنين سلام الله عليه. لماذا لم نجد الأمة تكاتفت للخروج مع الإمام سلام الله عليه؟ دعوه وحده، هو والركب الزينبي والسجادي، وتركوه. أجيب بجواب الإمام الحسين عليه السلام، سلام الله عليه. الناس عبيد الدنيا، والدين لعق، لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الدين. الأمة كلها أصبحت عبيدة للدنيا، الناس أصبحوا عبيدا لأهوائهم. كلها هذه المفردة صعبة، هذا الواقع، هذا الواقع. لذلك الفرزدق وصفه عجيب، قال قلوب القوم معك وسيوفهم، العاطفة الدينية، ولكن سيوفهم عليك، المصلحة الدنيوية. لذلك وارد، وهذه صورة عجيبة أنا دائما أقرأها وتهزني، في يوم عاشوراء وارد في جيش عمر بن سعد، من كان يرمي الحسين عليه السلام بالسهام ويبكي، وارد من كان يسلب بنات الحسين ويبكي، يعلم أنها بنت رسول الله. وهذه الصور لعلها مرت بنا جميعا. هنا التدافع بين الدنيا والآخر. لذلك الحر
خيرت نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيء، أختار الجنة. عمر بن سعد: آتوك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. هذا الاختبار كل الأمة وضعت فيه، الدنيا أو الآخرة، الجنة أو النار. النتيجة ثلة قليلة من هذه الأمة اختارت الجنة، والبقية. هل أن الإمام سلام الله عليه، عذرا عن هذه المفردة، لم يمتلك فن الإقناع في ذلك الوقت؟ لا، ليس لم يملك فن الإقناع، الجماعة كانت ميولهم دنيوية، الإمام لم يمنيهم بالدنيا، الإمام لم يغدق عليهم أموالا لشراء الذمم. الإمام كان يخاطب القلوب، كان يخاطب أعماق الإنسان. الآخر يزيد بن أمي يخاطبون الأهواء، يخاطبون الشهوات، لعبوا على وتر الشبهات والشهوات، فسقطت الأمة في هذا الاختبار. ذلك الكثير من الصحابة الذين كانوا بقرب النبي صلى الله عليه وآله، بعض من أهل البيت، بعض الشخصيات المرموقة في المجتمع آنذاك، اعترضت على الإمام الحسين سلام الله عليه. كيف يمكن أن نفسر ذلك الأمر؟ يعني التسمية بالاعتراض لعلها تحميل للحدث أكثر جيد مما يحتمل. عندنا بالفعل أناس كانوا معترضين، محبطين، مثبتين. على رأس هؤلاء كان عبد الله بن الزبير، وكان كلامه للإمام الحسين عليه السلام فيه خبث مبطن، لذلك صريح كان الإمام الحسين في ذم مشورة هذا الشخص. أما باقي الشخصيات، أنا الذي أعتقده أن صوت العاطفة عندهم كان أعلى من صوت العقل. أعطيك مثال، مثلا أم ابنها مريض وسيدخل إلى قاعة العمليات، ولا بد من هذه العملية لكي يشفى، تجدها تمنعه من الذهاب للمستشفى أو تمسكه لتمنعه من الدخول إلى قاعة العمليات. هي عقلها يقول لها لا بد أن يفعل هذه العملية لكي يشفى، عاطفتها أخاف على ولدي أن أفقده، هذا صوت العاطفة. أنا أقرأ، هذه قراءتي الشخصية لعل هناك من يختلف معي، قراءتي لبعض من حاول منع الإمام الحسين عليه السلام من الخروج، حاول توجيه النصيحة للإمام الحسين، أنهم من منطلق الحب للإمام الحسين والخوف من تكرار مأساة الإمام المجتبى ومأساة أمير المؤمنين عليه السلام، خصوصا وأن الكوفة فيها ذكريات سيئة كثيرة للبيت العلوي، فلذلك الإمام الحسين لم يذمه، بخلاف عبد الله بن الزبير بعد أن أجابه ذمه وذم مشورته وذم نصيحته. الآخرين لا، أجابهم ووضح لهم الأمر، بل وودعهم وداعا يليق بهم، بل كان يبين لهم أن الأمر ليس شورى وأنه قضية رأي، وإنما شاء الله أن يراني قتيلا، كان يوضح هذا الأمر لهم. فأنا أعتقد أن هذه الشخصيات هي من حبها وعاطفتها للإمام الحسين عليه السلام قامت بهذا، مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، محمد ابن الحنفية وغيرهم. نعم، جيد. هل هذا الاعتراض الذي بدأ منهم في ذلك الوقت، يعني ألم يكن يعرفون بأنه الإمام سلام الله عليه معصوم مفترض الطاعة؟ على أي شيء بدأ اعتراضه؟ لا يتنافى الأمر مع العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أمر إلهي وشاورهم في الأمر. هناك بعض الأمور المعصوم يفتح فيها باب المشورة وباب الرأي، فلنقل على الأقل تربية للأمة على هذا المبدأ، فهم تعودوا على قضية المشورة، بالإضافة من فقههم لعله وعلمهم يعلمون أن القضاء على قسمين: قضاء محتوم وقضاء غير محتوم، قضاء موقوف. مثل ذاك الرجل يحيى بن زيد لما خاطبه المتوكل الشيعي وليس الحاكم العباسي، قال له إن
الإمام الصادق عليه السلام أخبر بموتك، فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، لأنه لم يكذب الإمام، وإنما قال لعل هذا الإخبار هو من باب القضاء الموقوف، فلعلهم فهموا القضية في هذا الإطار، أن الأمر بالذهاب إلى العراق إن كان هناك أمر ليس على سبيل الحتم، وإنما القضية فيها خيار. إذن بأمثلة واضحة، بأمثلة صريحة، بأمثلة عقلية يبين الشيخ أحمد سلمان أن الرسول يعلم الغيب، لكن يعامل المنافق، يعامل المنافق بظاهر الأمر. فيقول الشيخ أحمد سلمان الإمام مكلف، نعم هو يعلم الغيب لكنه مكلف بأن لا يعمل بهذا العلم. الإمام عليه السلام وإن كان يعلم بأن الرسول، أو عفوا أن هناك شخص سيقتله مثلا، الإمام عليه السلام يعلم يقينا بأن عبد الرحمن بن ملجم سيقتله، لكن مع ذلك الإمام غير مكلف بعلم الغيب. والتفاته مهمة جدا بخصوص مسألة الابتلاء، بأن هذه مسألة علم الغيب هي ابتلاء، وضرب عدة أمثلة الشيخ أحمد سلمان. من ضمن هذه الأمثلة كيف تكون لديك زوجة منافقة ومع ذلك تتحملها، ومع ذلك تعاملها بحسن أو على 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 يعني على الظاهر. هذه أمور. الأمر الآخر، مسألة طرحها أحد يعني من الدائرة الشيعية، من الدائرة المحيطة بالتشيع، حيث قال إذا كان الإمام عليه السلام يعلم بأنه لن يصيبه شيء ولا حتى أذى بمبيته بفراش الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، فما هي الفضيلة؟ الشيخ أحمد يقول إن الفضيلة هي علم الغيب، أو عفوا يقينا أو اليقين بإخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وأنت بات وأنت السيوف فوق رأسك وفكر بها راح تجد الإجابة، هي إجابة دقيقة جدا. فعلم الغيب بنظرة تجديدية صحة العبارة أو بنظرة جديدة يشرحها الشيخ أحمد سلمان، علم الغيب هو ليس يعني تشريف، إنما هو اختبار كبير جدا، والاختبار هنا هل ستخالف أو هل ستقوم أو يعني ستتعامل بما تعلم من علم الغيب أو بما كلفك الله عز وجل به وهو العلم الظاهري. إذن لماذا الرسول أو الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى مكة، أو عفوا إلى كربلاء، وهو يعلم بأنه سوف يموت، هل هذه تهلكة؟ الجواب باختصار، نعيد ونكرر، علم الغيب شيء والعمل بعلم الغيب شيء آخر. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، أتمنى أن توفقت بتلخيص هذه الإجابات، وأتمنى أيضا من قناة كربلاء أتمنى من هذه القناة المحترمة أنه فقط الاهتمام شوي بتنزيل المقاطع، يعني ما تنحشر، هذا برنامج جميل جدا، ما ينحشر 3 حلقات 4 حلقات بنفس الوقت، ما يصير صراحة. هذه هي يعني أبجديات الإعلام، مو فقط أنه أحشر المادة العلمية أو المادة المصورة، أحشرها جميعا بيوم أو يومين وتنزل كل المقاطع. فتنظيم مهم جدا، ورحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، فالإتقان مهم جدا، بأن تكون قناة كربلاء يعني تصور حلقة للشيخ أحمد سلمان وتبثها، وبعد تقريبا 7 ساعات أو 8 تبث الحلقة الثانية، وهذا الشيء ليس له صراحة أي وجه إعلامي ممكن أن يتقبل برأيه. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين ننتظرون خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.